كمان كنت عايز اكلم حضراتكم تاني عن حته المنتخب، لان انا عندي وجهه نظر في قصه المنتخب دي. قلت لكم البدايه كانت سيئه جدا من بدايه اختيار القوام. انا هكلمكم بسيط جدا ازاي القوام. انا دلوقتي لما يكون عندي بقى هقول لكم بعض الاسامي بقى اللعيبه، لان خلاص البطوله انتهت، كنت عايز اتكلم بالتفصيل قوي اثناء البطوله عشان احنا كلنا كنا في ظهر المنتخب. لكن بعد ما شفنا النتائج وبعد ما شفنا المردود وبعد ما شفنا عدم الاستعانه بلاعبين انت خدتهم، لا انا بقى هنا عندي علامه استفهام كبيره. يعني انا مثلا واخد في مركز راس الحربه، واخد مصطفى محمد خلاص رقم واحد، واخد معاه كهربا، واخد معاه احمد حسن كوكا. طب هل الاثنين تم الاعتماد عليهم؟ طب انا مين يساعد مع مصطفى محمد؟ طب لا قدر الله مصطفى محمد لو حبيت ان انا اغيره، مين الفيرود اللي اعتمد عليه؟ فدي نقطه خطيره. يعني ايه مثلا ما خدتش في الحته دي اسامه فيصل؟ ليه ما خدتش اوفا لاعب انبيا او اسامه فيصل لاعب البنك الاهلي الحالي؟ او ليه حتى مروان حمدي اللي هو ممكن يكون من غير نادي زي ما خدت قبل كده لعيبه ما كانوش بيتمرنوا في انديتهم، بس مروان حمدي عنده يعني خبره انه لعب البطوله اللي فاتت وكان ماشي بجيد جدا ووصل للنهائي مع المنتخب، فعنده خبرات ممكن تحتاجها. ده في مركز واحد كده كنت عايز اقول يعني حاجه من الحاجات. انت خدت لعيبه ما اعتمدتش عليها، طب دي مشكله كبيره، انت خسران تغييرين، دي نقطه مهمه. في مركز حراسه المرمى انت كمان لما خدت صبحي خدته وقلت هتلعبه اخر مباراه وديه قدام تنزانيا قبل كاس الامم الافريقيه، حتى لما احتجت اللعيب حارس المرمى الثاني ما كانش صبحي، كان ابو جبل. فطب ليه من الاول ما خدتش اللعيب الجاهز اللي هو ممكن يكون عواد عشان يبقى مع ابو جبل الاثنين جاهزين والاثنين يكونوا في السيستم، رغم ان صبحي على فكره احد ولاد نادي الزمالك، مش قصدي ان هو احد ولاد النادي، انا بتكلم بتجرد وبحدية اللي يفيد المنتخب اللي جاهز اللي واقف على رجله اللي لعب ماتشات اللي رجليه في الملعب. فدي نقطه من الحاجات المهمه. لو كلمتكم على مركز مثلا البلاي ميكر، انا ما عنديش ولا بلاي ميكر، كل اللعيبه في نص الملعب شبه بعض. طب انا ليه واخد مثلا محمود حماده ما تمش الاستعانه منه بشكل كبير او الاستفاده منه، وحتى المباراه الاخيره كان نزل في ظروف صعبه جدا، جايبه من الدار للنار من بره التشكيل خالص، فجاه بتلعبه مباراه خروج المغلوب ومباراه نوك اوت وفي ظروف مش سهله واللعيبه مش فايقه حتى عشان تفوقه. طب ما ناخد لعيبه عندها خبره زي مثلا رمضان صبحي في الحته دي ممكن يفيدني، زي اوباما في الحته دي على فكره ماشي بشكل كويس ورجليه ثابته، زي محمد ابراهيم عنده خبرات في حته البلاي ميكر، مش عايز اقول عبد الله السعيد كمان، لكن في اسامي كتير ممكن ان انا اعتمد عليها. حته نص الملعب الدفاعي كمان ان واخد مروان عطيه واخد مهند لاشين واخد النني واخد حمدي فتحي واخد محمود حماده، خمس لاعبين شبه بعض، الوحيد اللي مختلف عنهم امام عاشور، تمام، عشان كده حتى لما امام بعد الماتش فات ما بقاش عندك حل هجومي في نص الملعب. طب ما انا بدل ما يبقى الخمسه كلهم شبه بعض وفي منهم ما تمش الاستعانه بيهم اصلا، طب ما انا مثلا كان بالنسبه لي طارق حامد لعيب دولي وعنده خبرات، كان ممكن اتكلم معاه وان انا اقنعه انه يكون موجود في البطوله دي، اكون عندي لعيبه في نص الملعب بيكون عندها حل هجومي شويه زي ما ذكرت اوباما او غيره. فعندي بعض الاسامي انا كلمتكم مثلا رمضان صبحي، اوباما، اسامه فيصل، اوفا، عواد، طارق حامد، محمد ابراهيم، سبع لعيبه لو كانوا موجودين كنت هتبص في الدكه تختار لعيب تنزله تعتمد عليه. لكن انا اللي شفته في منتخب مصر مع التغييرات ان مفيش غير بس تريزيجيه مكان مرموش او مرموش او العكس او مصطفى فتحي، ولما فقدت صلاح ولما فقدت امام عاشور انا فقدت تقريبا 50% من المنتخب، فمشكله كبيره جدا. ولما انت خدت لعيبه يعني زي فتوح، فتوح طبعا احد ولاد نادي الزمالك كل حاجه، لكن هو لا انت استفدت بيه وكمان اتعور، ولا وفي وقت من الاوقات ما بقاش عندك باك ليفت اصلا، لا حمدي ولا فتوح، واحد اتطرد وواحد اتعور، فالبدايه الغلط هي اللي ادت لكل التغييرات الغلط، ادت لان انت مش عارف تلحق الماتشات، كل ماتش بيكر منك، ادت ان انت مش كل لعيبه واقفه على رجليها، رغم ان البطولات دي بتبقى محتاجه لعيبه سليمه، محتاجه لعيبه واقفه على رجليها. فكان لازم ابص على اللعيب اللي يقدر يشيل 90 دقيقه، يقدر اعتمد عليه في معدلات الريتم العالي قوي ده، في المجهود البدني العالي قوي ده، في الالتحامات الشديده جدا جدا، في الحاجات الثنائيات العنيفه جدا جدا، مع ضغط الماتشات، مع المجهود العصبي والمجهود الذهني والبدني، لان جزء كبير زي ما اتكلمنا مع الدكتور احمد عبد الله على التمركزات واستقبال الاهداف في توقيت غريب جدا ليه علاقه بان ضغط عصبي شديد، فمحتاج نوعيه عندها حتى ولو خبرات تسند زي ما قلت لكم رمضان، زي طارق حامد، زي لعيبه تكون اشتغلت في محمد ابراهيم عنده تاسيس دولي، اوباما على فكره عنده خبرات كبيره جدا لانه سنه يسمح انه يكون شايل المسؤوليه، في لعيبه كانت تعرف تصنع لك فرق كتغييره، حتى في ناس بتتكلم كمان عن حسين الشحات، لكن انا شايف ان في لاعبين بالنسبه لك تبص على الدكه تقول اه ده عنده حل هينزل يغير لي الشكل. انا لكن انا مربوط بفكره 4-3-2-1، مش عارف حتى مرونه ان انا اغير الطريقه، في اوقات بقى محتاج استحواذ فلازم انزل لعيب يعرف يستحوذ، في اوقات بقى محتاج اغير الطريقه فمحتاج يبقى عندي نوعيه لعيبه تعرف تصنع الفارق، في لعيبه جوه الملعب يبقى فيها مرونه تكتيكيه
يعني حط لعيب يقدر يشتغل ديفندر مع شويه هاف ليفت مع شويه تحت فرد. البطولات المجمعه والعدد اللي ليه علاقه بقائمه واحده ده محتاج ان يكون عندي لعيب يقدر يجيد في كذا مركز. لكن انا ببص ان في لعيبه خدتها وشغلين مركز وما استفدتش بيهم خالص ولا حتى كتغييره كانوا يعني مفيدين. فدي نقطه من الحاجات الرهيبه اللي كانت مهمه جدا في وجهه نظري، يعني فرقت معانا كتير جدا. البدايه الغلط هي اللي ادت لكل ده. كمان طبعا لو اتكلمنا عن ده كله، دي طبعا مسؤوليات فنيه بحته. اكيد المسؤوليات الفنيه طالما اتكلمنا عنها اكيد يتحملها مستر فيتوريا كراجل مدير فني، ماشي. بس انا برضو عشان اتكلم كلام يعني ايه، مش هسيب انا حتى واحد بس يتحكم في مصير منتخب كامل، لا. ما انا عندي مدير فني ممكن ما عندوش خبرات افريقيه كتير، ممكن يفوتوا بعض الحاجات والخداع، اتخدع في الماتشات الكتيره الرسميه او الوديه اللي كانت قبل البطوله. فانا هنا هيجي طبعا الدور على المشرفين عن الكوره، سواء طبعا ناس فنيين عندنا كابتن حازم امام، كابتن بركات، الحقيقه ناس فنيين كانوا لازم يساعدوه شويه في الاختيارات، يفهمون ان في نوعيه لعيبه انت محتاجها. ايمن عبد العزيز برضو راجل في الجهاز المعاون المصري، فعايش القصه جوه الملعب. فدي كلها الحقيقه حاجات مهمة جدا جدا، ان كان ممكن المساعدين او المسؤولين عن الكورة او المشرفين على الكورة ان هم لازم يساعدوا الراجل. انت راجل مسؤول فنيا وكل حاجة، لكن احنا بنقول لك بالدليل ونجيب له فيديوهات لبعض اللاعبين البطولة اللي فاتت، ونجيب له ان اللعيب ده ممكن يلعب في كذا مركز، يعني انا كمان اساعده لان هو ممكن يكون ما عندوش ممارسة افريقية قبل كده. مستر فيتوريا ما اشتغلش في الاجواء دي قبل كده، طبيعة الجو هناك وطبيعة الخبرات اللي محتاجها، طب طبيعة الضغط العصبي والجماهير لما بتضغط عليك في السوشيال ميديا وانت حتى في بلد تانية، والحضور الجماهيري اللي ممكن الجاليات المصرية اللي موجودة، كلها عوامل، خلي بالكم، عوامل مهمة جدا وعناصر مهمة مكملة للنجاح. فحتى لو حملت مستر فيتوريا لازم كمان يبقى في الناس كانت تساعده أسهل في قرار عشان ما تقعوش في الأخطاء دي كلها. كمان اللي حصل في منتخب مصر ده فكرني ب 2019 لما كنا مع مستر خافير أجري، اختار اللي خرجنا فيها برضو من دور ال 16 على إيد جنوب أفريقيا لو نفتكر، في ملعبنا هنا وخسرنا 1-0 تقريبا، وكان في مصر هنا. كان نفس المشكلة، رغم ان احنا 2017 واصلين نهائي افريقيا مع كوبر، و2021 واصلين نهائي افريقيا مع كيروش. طب السنه اللي في النص دي 19 والسنه اللي احنا فيها دلوقتي تطلع من دور 16 ليه؟ بقول لكم نتيجه البدايه الغلط والقايمه الغلط. فنفس الكلام خفير اجيري، كان نفس الاخطاء اللي اتعملت مع فيتوريا، ان القايمه اللي اختارها غلط خليته قاعد في المباريات مش عارف يعمل حلول من بره على الدكه، بص عليها مش بينزل اللعيبه لتصنع الفارق الكبير، تلاقي نفسك مقيد لعيبه في قائمه لكن مفتقدهم فعاليتهم على ارض الواقع. فزي ما تقول كان لازم الناس طبعا يعني تشتغل معاه بشكل افضل من كده.